مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي توظيف. توظيف البرنامج اللي طل عليكم كل سبت معي أنا ليلي البركاتي. مستمعينا الكرام، كما عودتنا ألف ألف أف أم باهتمامها بكل الأشياء المستحدثة وكل ما يحدث في الساحة في المملكة العربية السعودية وفي جدة، تغطي ألف ألف أف أم اليوم فعاليات منتدى جدة الاقتصادي والمقام في فندق الهيلتون بجدة. الجدير بالذكر أنه سمو الأمير خالد الفيصل هو أحد المكرمين أو الحضور في هذا المؤتمر، وأيضا وزير التجارة والصناعة الوزير توفيق الربيعة، ووزير الإسكان، ووزير الاقتصاد، والأستاذ فهد مبارك، ومحافظ النقد العربي السعودي، والشيخ سيلقي كلمة الافتتاح الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية، ويحضر وعدد من المتحدثين داخل هذا المؤتمر هم عدد من رؤساء ووزراء من دول عديدة. للي حابين ينضموا ويحضروا هذا المؤتمر، ممكن يكون في تسجيل من داخل الفندق أو من عند حضورهم للقاعات، يوجد هناك سبوت للتسجيل ونقطة للتسجيل، يمكنهم فقط الذهاب، أعتقد هو موجود من الصباح إلى المساء شغال المؤتمر. وأيضا الجميل فيها اهتمامهم في مواضيع الساعة، يعني المؤتمر كله موضوعه عن الإسكان والنمو السكاني. وأيضا يوم 17 مارس في جلسة جانبية عنوانها نظرة جديدة في التوظيف في العالم العربي. طبعا في مواضيع عديدة وكثيرة يغطيها ومتحدثين عالميين، أنصح كل شاب أو فتاة لديهم الوقت الكافي أنه يحضروا، فعلا إن شاء الله حيطلعوا بفائدة ومن هذه المتحدثين. مستمعينا الكرام، حلقتنا الأسبوع الماضي كانت عن المدير الغير سعودي والمدير السعودي، أثارت جدلا قليلا وزعلوا منا ناس وانبسطوا ناس. محتاجة أوضح وجهة نظر يمكن أسيء فهمي في خلال الحلقة، أنا ما كنت مع ولا ضد، يعني المدراء الغير السعوديين من زملائي زعلوا مني وقالوا كنت نازلة علينا، أنا في الحقيقة ما كنت نازلة ولا والشباب السعودي زعلوا قال لي أنت وأحمد سمكري كنتوا بتطبطبوا وجايبته معاكي طبطب للأجانب. أنا كنت باختصار بقول إنها شخصية وليست جنسية، personality وليست nationality فقط، ما كنت مع ولا ضد، وكنت بقول إنه الشاب السعودي لو معامل اللي عليه وحاضر في وقته مؤدي واجبه عامل كل شيء، أتوقع ما رح يقدر يمسك عليه شيء المدير سواء سعودي أو أجنبي. وأيضا إنه واجهت في حياتي العملية مدراء سعوديين أذاقوا الويل لموظفينهم وهم من نفس الجنسية، فما أعتقد إنه الجنسية هي العامل أبدا، الشخصية والأمانة هي العامل. كمان أحتاج أوضح أنه الدكتور فايز جمال شارك معنا في الحلقة الماضية وأنا معه على الهوى ومع المسجات قرأت رأيه خطأ، فلو علي حق تصحيح رأيه. هو كان بيقول أنه أنا لما بأتفق مع المستمعين وأقول معاكم حق وفي فعلا مافيا وفي يقول لي هذا فيه إجحاف وتعليق واستخدام المدراء كشماعة نعلق عليها أخطاءنا. الحقيقة الدكتور فايز كان رأيه أنهم يعني ما يستحقوا مننا أننا نأيد في حقهم أي شيء من هذا النوع وما نستخدمهم كشماعات. وعدني الدكتور فايز إن شاء الله أنه يكون ضيف معنا في إحدى الحلقات نظرا لاهتمامه في مسألة التوطين والتوظيف والسعودة، وإن شاء الله حنستضيفه ويكون ضيف معنا في إحدى الحلقات. في حلقة اليوم راح نكمل بس حناخذ الجانب الثاني، سنستضيف أحد المدراء الأجانب ونسمع منه وجهة نظره، هل فعلا هم حاطين حطاطنا؟ ولا احنا بنتلكك وهم حستخدمينهم شماعة؟ للتواصل مع برنامجكم توظيف STC 84770 موبايلي 64066 زين 74-62-62.
مستمعين الكرام، يشرفني ويسعدني أخذ آراءكم في هذا الموضوع وتواصلكم. أعتذر لكل اللي شاركوا الأسبوع الماضي وما استطعت أني أقرأ مشاركاتهم أو أخذ اتصالاتهم عبر الهواء. اليوم إن شاء الله حنستمر في نفس الحلقة، واللي حابب يعبر يعبر. نرجع ونقول أنا حابة من شباب السعودي بس يركز معايا في نقطتين. أولا الانضباط، الحضور في الوقت، الاهتمام بالشخصية وبالحضور باللبس اللائق في العمل، احترام المواعيد، احترام أوقات الدوام، احترام مديرك. يعني أنا شاهدت بواقع كوني عملت في مجال الموارد البشرية فترة، أنا شاهدت من الشباب السعودي تعالي على الأجانب حتى وهو مديره. يعني نظام أنا سعودي وأنت أجنبي، هذه بلدي. صح هذه بلدك، بس في لحظة من اللحظات لما كنا نحن ما عندنا مدارس وكنا نحن صحراء، استعنا بالخبرات الأجنبية وعمرنا البلد، ولهم لم يعني علينا حق الشكر، وما هذا جزاء الإحسان؟ خلينا نكون واقعيين شوي. لو ما استعنا بهذه الخبرات الأجنبية أبدا ولا في يوم من الأيام، وقررنا أننا ننغلق على نفسنا ونحن نبنيها بمدراعات، حنبنيها صح، لكن ما حنصل إلى مستوى العالمية ولا في يوم من الأيام. نحن يعني محتاجين هذه الخبرات الأجنبية، محتاجينهم، محتاجين ثقافتهم، محتاجين الكلتشر حقتهم، ثقافتهم، حتى نضيف لمجتمعنا إضافة جديدة نحن بحاجة لها. نحترم الآخر، نقدر كل شيء في كل إنسان، كل إنسان عنده مميزات وعنده أشياء نحن بحاجة لها. مستمعين الكرام، حنتظر تواصلاتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم. STC 84 77 0، موبايلي 64 0 66 0، زين 74 62 62. فاصل، وبعد الفاصل معانا المدير الأجنبي أو غير السعودي يدافع عن حقه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي توظيف. مستمر معاكم خلال الساعة القادمة توظيف وحتى الواحدة ظهرا، معي أنا ليلي البركاتي. وموضوع حلقتنا لليوم المدير السعودي والمدير الأجنبي. للتواصل STC 84 77 0، موبايلي 64 0 66 0، زين 74 62 62. قبل أن أرحب بضيفي لليوم الدكتور خالد حسن، خليني أصحح المصطلح اللي أنا قلته ودائما أصححه لنفسي، المدير السعودي وغير السعودي. أهلا بك خالد. أهلا دكتورة، زي حضرتك؟ الله يسعدك يا رب، الحمد لله. كيفك أنت؟ الحمد لله كله تمام. إيش رأيك نقول الدكتور العربي؟ أي ما يفهم كده ماشي برضو. لا، إحنا نبغاها تكون أشمل. أنا لا أقصد العربي ولا غير العربي، إحنا نقصد سعودي وغير سعودي، بغض النظر إنه كان أسترالي ولا ماليزي. طيب زي بعض. دكتور خالد، يا ريت نعطي بس المستمعين الكرام نبدأ عن حضرتك والبوزيشن تبعك كمدير وسيرتك الذاتية شوية بس على السريع. والله أنا اسمي خالد حسن، أنا مدير عام شركة إعلانات، ما فيش داعي أقول اسمها عشان الإعلان طبعا. لا لا لا، خد راحتك. الوسيلة أنا مدير عام شركة الوسيلة وليالينا في السعودية. نعم. أنا بقالي من حوالي 7 سنين في السعودية. خلصت الدكتوراه بتاعتي في الإعلان في البيزنس أدمنستريشن، يعني BBA. وبشتغل في مجال الإعلام من حوالي 10 سنين، وقبلها كنت في مجال الطيران تقريبا. طيران؟ نعم. وماذا كنت تفعل في الطيران؟ بتعرف؟ نعم. تطير يا خالد؟ لا ما بعرفش أطير، بعرف أركب طيارة بس. طيب كويس. خالد، ما أعرف إذا كنت متابعنا، إحنا الحلقة الماضية كان موضوعنا برضو عن المدير السعودي وغير السعودي، وكانت الحلقة مايلة كلها في اتجاه السعوديين، وكان المشاركين معنا من الشباب اللي بيسمعنا كله نازل على المدير الغير سعودي. ما كان في من صف المدراء غير السعوديين غير أنا وزميلي أحمد سمكري، كان ضيف برضو أخصائي في الموارد البشرية، والمستمعين انقسموا بين قسمين، بين أنا بطبل للأجانب وبين أنه أنا لا ظلمتهم. فقلنا أحسن شيء
ناخد. وانا معرفتي بيك دكتوره ان انت طول عمرك انسانه حياديه ووفير يعني دايما. شفتوا شاهد شاهد من فالحقيقه انا كمان متحيز للمدير السعودي، بس هو في حكمه عربيه بيقولوها ان دائما يوجد مكان للقمه لمن يصعد السلم بنفسه. صحيح. بمعنى ان انا ما ينفعش اجيب واحد بالباراشوت زي ما بيقولوا اعمله مدير. مدير لازم يبتدي من يتدرج. أدنى درجات السلم الوظيفي. يعني اذا انت عايز تبقى مدير مالي ناجح لازم تبتدي بوك كيبر، يعني تاخد الفواتير تعمل لها فايلينج، تتعلم الفايلينج الاول، تشتغل شويه في الكاشير، تشتغل شويه في البوك كيبنج، تشتغل شويه، تاخد السلم من اوله لحد ما تبقى سي اف او ناجح. كمان الاداره العامه لازم نفس الشيء، لو انت بتشتغل مدير مبيعات لازم تبتدي من مندوب مبيعات، تنزل في الشارع تبتدي تبيع، تعمل تعرف السوق، تشرب الصنعة. السبب بسيط جدا ان انت عشان وانت قاعد في مكتبك تبقى عارف بالضبط السبوردنس بتوعك بيعملوا ايه. نعم. تبقاش انت قاعد ومش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. نعم. الخطأ الاكبر للأسف اللي بيقف فيه زمايلنا السعوديين ان هو مستعجل النقطة دي، يعني هو الست سبع سلالم اللي في الاول مش عايز يطلعهم، هم متعبين قوي اكيد، فهو للاسف مش عايز يطلعهم، هو عايز يطلع على فوق على طول، مدير على طول. ودوت هو دي الحقيقه المشكله الفظيعه. كمان بعض الاعمال بيرفضوا يعملوها، يعني انا مثلا دايخ وخليني اكلمك عن المجال بتاعي بالذات مجال الاعلان. يا ريت. كلنا عارفين ان السعوديه هي الدوله الاولى في العالم العربي والدولة الأولى في الخليج العربي من حيث نسبة الاسبندنج الصرف على الإعلان. نعم. يعني إذا في فور إكزامبل 4 مليار دولار بيتصرفوا على الإعلان في العالم العربي، في حوالي 2.5 مليار بيتصرفوا في السعودية. يعني السعودية لوحدها قد إنفاق دول الخليج كلها. واو. طبعا لا يضاهيها إلا مصر، خاصة عشان البوبوليشن، لو خدناها لو عملنا بروراتا على البوبوليشن هنلاقي السعودية كمان أكبر من كبرسنتج انفاق اعلاني بير كابيتا بالنسبه لمصر. تخيلي دكتوره ان مفيش ولا مندوب اعلانات مبيعات سعودي، مع ان يعني الرياده. خالد خليني اسالك، انتوا حاولتوا تعينوهم؟ حاولنا نعين، وبمميزات اكتر خليني احطها بين قوسين، الاجانب بمرتبات افضل، بفرص توظيفيه افضل، ببروميس ان هو اشتغل بس سنه مندوب بعد كده هتبقى سوبر باك، بعد كده هتبقى مدير. كان في اسماء رنانه في السعوديه زمان، اذكر على سبيل المثال طبعا استاذي الشخصي الاستاذ طلال دوليمي، وهو قامه كبيره في مجال الاعلان، الاستاذ غازي جميل وغيرهم كتير اللي هم انشاوا الاعلان العربي في السعوديه. في الآخر 10 سنين بدأ الموضوع يقل، في اسمين ثلاثة موجودين في السوق، نبيل بكر وقسولة الخطيب وكده، بس السعودية يجب أن يكون لها مكانة أكبر بكتير، ليست السعودية عفوا، السعوديين يجب أن يكونوا مسيطرين، يعني لازم تخش شركة إعلان تلاقي على الأقل 70% سعوديين. نعم. بس كمان لأن مجال الإعلان هو مجال متخصص جدا وليه خصوصيته، لازم تبتدي عليه السلم من أوله. طيب. ينفعش تخش مدير على طول، لازم تعرفي البيع، يعني تتعلمي فنون ومهارات البيع قبل ما تبقى مدير مبيعات وقبل ما تبقى مدير عام. طيب خالد، هو سبب العزوف عنها هو أنهم مش حابين ينزلوا الشارع؟ مش حابين ينزلوا الشارع، لا. هو بيقول لك شوف لي أي حاجة في مكتب إداري مكتبي، يعني هو بيشتغل، ممكن يشتغل كول سنتر عادي. يعني أنا عندي مثلا من ضمن الشانلز بتوع البيع الكول سنتر، مركز الاتصالات، ممكن يشتغلوا عادي، بس تقول له مندوب وانزل الشارع ولف على. كمان في حتة ايجو شوية ان هو ما يحبش ينزل الشارع ويروح يقابل واحد ويبتدي يقنعه بالمنتج بتاعه ويقول له كده، يعني ما بيستحملش ان هو للأسف يقعد زي ما بيقولوا عندنا ملوش خلق، يقعد يشرح المنتج بتاعه للكلاينت يعني. طب خليني أسألك خالد، أنت بصفتك مدير وإيجنت وعندك هذا العدد من كم سعودي في هذا المجال عندك؟ أنا عندي الشركة فيه 300 موظف، عندي حوالي تقريبا 80 سعودي في مجال، كلهم يشغلوا مناصب إدارية فيما عدا المبيعات الكول سنتر أو الريسبشن سعوديين، يعني حوالي
30 واحد في الكول سنتر او 40 واحد. انت عارف ان احنا عندنا 9 فروع على مستوى المملكه، ففي في كل فرع في 2 و3 ما عدا الفروع الرئيسيه جدا في الدمام. طيب. انا عندي تقريبا توتال حوالي من 80 ل 90 موظف كلهم اداريين ما عدا الكول سنتر، مبيعات الكول سنتر او موظفين الاستقبال كلهم سعوديين. طيب خالد خلينا نكون صريحين مع بعض، انت حطيتهم من اجل السعوده ولا هم شغالين اماكنهم بكفاءه؟ لا لا بالعكس، هم بيجيدوا الاعمال الاداريه واعمال اعمال الكول سنتر وكده، بس انا اتمنى ان انا ازود العدد. اتمنى يكون عندي مندوبين مبيعات، وانا بوجه الدعوه من خلال برنامجك الكريم ان اي شاب سعودي بيسمعني دلوقتي يجد في نفسه الكفاءه ان هو يشتغل في السيل، اهلا وسهلا بيه. كل الكونتاكت بتاعتي مع دكتوره ليلي، يتفضل ياخدها ويجيني ويعتبر نفسه متوظف لو هو عنده القدره النيه ان هو يشتغل في مجال الاعلام. طيب ما دام ذكرت حضرتك وعرضت الوظيفه، انا مضطره ادخل معك بشويه ديتيلز. كيف طبعا. احنا عارفين السعوديين عندنا حساسيه للرواتب، عندنا يعني شوية تفاصيل تهم. مثلا خلينا نقول الوظيفة اللي حضرتك أعلنت عنها قبل شوي، إيش راتبها توتل؟ إحنا بندي الأجنبي حوالي 4000 ريال، السعودي بيوصل لحد 5000 ريال. وإيش المهام المطلوبة منه؟ ساعات الدوام؟ ساعات الدوام على حسب، لو هيشتغل دايركت سيلز عندنا دوامين من 8:30 ل 12:30 ومن 4:30 ل 9 بالليل، خميس وجمعة أجازة. بيبقى عنده تارجت بيع معين، بنقول له والله أنت مطلوب منك لسي فور اكزامبل 10,000 ريال في الأسبوع، عندك منطقة الروضة فيها البيزنس دوت ودوت ودوت، دول المحلات أو دي الأماكن اللي تقدر اللي احنا بنتعامل معاها، مطلوب منك أن أنت تحافظ عليهم وتجيب عملاء زيادة تضيفهم على البورتفوليو بتاعك. تمام. الشغلانة مش بسيطة بس عشان تبقى عارفة، لا شغلانة مرهقة ومجهدة وبتحتاج وقت طويل. كل الشباب ما بيلتزموش بعدد ساعات الدوام ديت، لان احنا هم في الاخر بيتحاسبوا على تارجت. يعني انت عندك حاجتين، ممكن الساعة 4:30 تيجي تمضي وفي نص ساعة اجتماع للقسم تحضريه يعملوا لك بريفينج وتروحي تنامي في البيت، وفيك تنزلي على العملاء بتوعك تروحي الساعة 12 بالليل. فيكي تلتزمي يعني فيها فليكسبل، فيها مرونة، فيها مرونة تماما، بس فيها بنتحاسب على إنتاجية في آخر الأسبوع وفي آخر الشهر. عندك هدف أسبوعي وهدف شهري بنقعد نتحاسب عليه. طبعا يعني أنت خبيرة في الموارد البشرية وتعلمي تماما أن مندوب المبيعات الذي يعتمد على رده هو مندوب مبيعات فاشل وبدأ طريق غلط، لازم يغير الكارير بتاعه. أكيد. مندوب المبيعات يعتمد على كوميشن. طبعا. أنا عندي ناس بتطلع في الأسبوع في عفوا في الشهر من 5 إلى 10,000 ريال كوميشن، ضعف راتبها بيز على الأتشيفمنت بتاعه، ده غير الراتب، لأن هو ثلاث أرباع الراتب بتاع المندوب بيضيع في بين العربية وسيامة العربية السيارة والبنزين والحاجات دي كلها. فمعظم الدخل بتاعه اللي بيعتمد عليه يعتمد عليه من العمولات. دكتور خالد أنا بدي أحتاج منك بعد الفاصل للصلاة أعرف هل فعلا بتغاروا من الموظف السعودي المتميز، وهل فعلا بتخافوا منه أنه يأخذ مكانكم في يوم من الأيام، وهل فعلا لما يجي عندك موظف سعودي نشيط وبيجي الصبح بدري وبيشتغل بدري بتحاربه وبتطفشه وبتخليه يمشي وما بترقيه وما بتعطيه دورات ولا بتعود من الكورسات؟ كل ده الشر فيك، فركز وحتجاوبني بعد الفاصل. انتظارك. مستمعين الكرام، برنامجكم توظيف مستمر معاكم إلى نصف ساعة القادمة. للتواصل معي ومع ضيفي لليوم ومع حلقة اليوم وإبدراء آراءكم، STC 84770، موبايلي 64066، زين 74662. فاصل للأذان ونعود. دكتور خالد، ألو؟ أيوة معك. أيوة دكتور خالد. دكتور، حلقتنا إن شاء الله اليوم مستمرة معاك، وأهلا وسهلا بيك وشكرا لتشريفك لينا. شكرا لك، الله يخليك. دكتور خالد، زي ما كنا قبل الفاصل وقبل ما نطلع للصلاة قلت لك أنتم متهمين بأنكم قلبكم مو على الشباب السعودي، وأنكم بتخافوا منهم لما يكونوا متميزين وبتحاربوهم وبتخافوا منهم ياخذوا أماكنكم، وخصوصا مع ظهور ظاهرة التوطين والسعودة بدأوا يشكلوا لكم خطر، وما بتحبوا تساعدوهم وما بتحبوا تشوفوهم ناجحين ومتميزين.
ده انا كده هطلع على المطار على طول دلوقتي بعد الكلمتين دول. يلا شوفي قول لي. خلينا نتكلم، انا طبعا مش هقدر اتكلم على لسان كل المدراء الاجانب، اكيد في ناس نفسيتها ضعيفه وبيخافوا، بس دي اكيد عندهم مشاكل شخصيه. انا بتكلم عن نفسي وعن الشركه اللي انا بشتغل فيها. احنا شركة بان عرب، عندنا فروع في كل حتة، ومن ضمن الكي بي ايز بتاعتي او التاسك بتاعي في السعودية اني انا كان للأسف المفروض في خلال 5 سنين اني امرن مدير سعودي، لان انا لازم اتنقل مكان تاني. انا امنية حياتي الشخصية ان انا ارجع اعيش في مصر، اكيد كل احد يتمنى يرجع بلد، واكمل حياتي في مصر بين اولادي وبين اهلي وبين عيلتي. عايز اقولك على حاجة حصلت معايا صغيرة من 2 سنين. وظفت شاب مسكته إدارة التسويق في الشركة، كان شاب فريش جراديوت لسه ما عندوش أي خبرة، شاب سعودي طبعا، بس كان بوتنشال إن هو، يعني أنا شفت فيه أمل إن هو يبقى حاجة في الشركة. وأنا بعمله الانترفيو فبيقول لي إيه الكارير باث بتاعه، قلت له الكارير باث شايف الكرسي اللي أنا قاعد عليه دوت، قال لي آه، قلت له هو دوت الكارير باث بتاعك. فضحك، قلت له لا ما تضحكش، أنت خلال 5 سنين لازم أسلمك المكان دوت، أنت إنسان متعلم كويس، بتتكلم لغات، تعليمك كويس، هنعلمك الماركتينج، ولازم يكون التاسك بتاعك أو التارجت بتاعك أنك أنت تمسك الكرسي دوت بعد 5 سنين، وأنا هساعدك فينا أن أنا I have to move somewhere else. تمام. بعتناه زي ما انت بتقولي ما بتدعوش دورات او حاجه، راح دبي قعد اسبوع اخذ دورات. بعتناه جوجل، عندنا احنا بارتنرشيب مع جوجل، اخذ دوره في جوجل وجي وفضل يشتغل معانا 11 شهر. فوجئت بيه بيقدم استقالته، ليه يا ابن الحلال في ايه؟ قال لي جات لي شغلانه في الحكومه. أوه. وهنا مربط الفرس للاسف، يعني فعلا عندنا هاجس الوظيفه الحكوميه انها امان وإنها هي المأمن والمستقبل كله مقابل الوظيفة القطاع الخاص. يعني قلت له أنت مش قادر أصدق، أنت بتتكلم جد ولا بتهزر ولا عايز زيادة في الراتب ولا إيه؟ مع أنه هو راتبه كان ممتاز بالنسبة لخبراته والكده، وكان هيزيد. قال لي لا والله أنا عارف الحكومة والأمان والإطمئنان فطبعا أنا اتصدمت وذهلت وسكت. ومع ذلك أنا ممكن أقول لك العشرات اللي موجودين في شركات أجنبية، يعني الكرياتيف دايركتور مثلا بتاع أكبر شركة إعلانات في الميدل إيست وفي العالم، إذا تحب أقول لك اسمها، شركة ليو برنيت كلنا عارفينها طبعا، ودي رقم واحد في العالم ورقم واحد في الميدل إيست وفي السعودية وفي الخليج، الكرياتيف دايركتور بتاعها سعودي، ومازال بدأ معاهم ديزاينر ودلوقتي هو الكرياتيف دايركتور. زي ما قلت لك في مجالنا فيه بس للأسف يتعدوا على أصابع الإيد الواحدة. فأنا بقول لك إن دوت قد تلاقي فعلا محاربة، ما أقدرش I cannot deny، يعني ما أقدرش أقول لك لأ ما فيش، يمكن تلاقي. بس دي بترجع للشخصية، على المستوى الشخصي ومستوى الأورجنايزيشن اللي أنا شغال فيه دي مش موجودة أبدا تماما تماما تماما. وأقدر أديك عشرات الأرقام بتاعت السعوديين وهتقولي قد إيه إحنا بنهتم بيهم، بنهتم بتدريبهم وبنكبرهم وبنحاول ان هم يعتلوا صدارة الشركة. يعني بس خليني اقول لك شيء، انا اللي الكلام هذا اللي جبت لك اياه والمصطلحات اللي استخدمتها كلها اخذتها زي ما هي من الرسائل والمداخلات اللي كانت من الاسبوع الماضي الى اليوم. طيب خلينا صريحين، بسيطين جدا، يعني اي واحد بيحس بالاضطهاد طب يعني يقول انا في شركه فلانيه ومديري واقف في طريقي. ليلي انت عارفه دايما ان يعني الانسان اللي ما بيقدرش يحقق حاجه دايما يرمي على شماعه بالظبط، بيلاقي شماعه في اي حد تاني، والله ده بيضطهدوني في الشركه يعني. وده مش موجود في السعوديه بس، موجود في مصر وفي اي بلد في العالم. اي انسان مش عارف يوصل اللي هو عايزه بيلاقي 100,000 عذر ان هو يقول صحيح. انا مضطهدني، انا المدير بتاعي مش عاجبني، انا عين رأى واحد تاني اقل مني كفاءه. فالكلام ده موجود في اي حته، في اي شركه، في اي شغل، في اي بلد.
من أول أمريكا لحد زيمبابوي يعني. لكل الشباب واللي مستمعين لينا اليوم، في كذا أحد سألني إيش الشركة واللي بتتكلموا عنها وكيف نقدم، ومنهم الأخ عبد الله العطاس من جدة. دكتور خالد، يا ريت تعطيهم شوية ديتيلز، إذا عندك موقع، إذا عندك إيميل ممكن دايركت يرسلوا لك عليه السيرة الذاتية اللي حابين يترشحوا للوظيفة المندوب المبيعات اللي حضرتك أعلنت عنها. تمام، أكيد. إحنا شركة الوسيلة، احنا شركة اعلانات، الجريدة بتاعتنا متهيألي معروفة لمعظم الناس. بتجي لكم كل يوم الجمعة الصبح، ولما بتجيكوش اتصلوا بينا، عشان لو ما بتجيش في الميعاد اتصلوا بينا كده تبقى عندنا مشكلة. ممكن تتواصلوا على الايميل بتاع مدير الموارد البشرية الاستاذ سعيد العمري. الايميل بتاعه saeedalamiri@ewaseet.net. واحنا حقيقي بنرحب باي شاب سعودي عنده رغبه في العمل بوظيفه مبيعات في شركه اعلانات. وانا شخصيا قدامك اهوت، وانت شاهد علينا وكل المستمعين شاهدين، هدربه بنفسي وانا اللي ههتم بيه، وبعد 5 سنين إن شاء الله نكون تكوني أنت بقيتي كبيرة مذيعات ألف ألف في الإذاعة اللي بحبها وبحترمها جدا. وتقولي لي خالد أنت وفيت بوعدك، فعلا عينت مدير عام مكانك سعودي من اللي هو قدم من 5 سنين لما عملنا أول لقاء مع بعض. الله يخليك يا خالد، وإحنا هذا العشم، وأنا يعني هذا كان رأيي من البداية، ومن الحلقة الأول، من أول حلقة من الأسبوع الماضي في بداية الحلقة ذكرت أنا أنه أنا بكل تعاملي مع المدراء غير السعوديين ما شهدت عليهم أي خلينا نقول استقعاد للشباب السعودي أو أي محاربة. ما شفت أنا شخصيا في مجالي في سنوات عملي، ما شفت، ما بدافع ولا أي حاجة. وهذا معانا اليوم الدكتور خالد، أعلن وفاتح القلب وفاتح الشركة، وليكم جميعا اللي حابب يتفضل ويقدم عنده. وهو اتفق معايا أنه فيها نوع من أنواع الشماعات إن نحلق عليها فشلنا. دكتور خالد، شكرا لك، شكرا لتواجدك معايا اليوم، شكرا لمشاركتك. شكرا لك جدا، وده حقيقي انا فخور بيك وبالبرنامج بتاعك. الله يخليك، الله اتمنى لك دايما النجاح. شكرا لك، شكرا لك. مستمعينا الكرام، فاصل، وبعد الفاصل حناخد معنا احد الشباب السعودي عشان يرد على الدكتور خالد ونشوف ايش رايه، هل فعلا الدكتور خالد كان مجرد دفاع عن نفسه، وهم الشباب السعودي بيعانوا مع الموظف مع المدراء غير السعوديين او لا. للتواصل معنا ومع برنامجكم لليوم STC 84 77 0، موبايلي 64 066 0، زين 74 62 62. فاصل، ابقوا معنا. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي توظيف، ومعكم أنا ليلي البركاتي. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، وقال معانا الدكتور خالد إنه المدير الأجنبي أبدا ما بيعمل أي عوائق ولا بيحاول يحارب الشباب السعودي، ومن وجهة نظره إنه الشباب السعودي بيدور شماعات، وما قال الشباب السعودي عشان ما حد يزعل، قال هذه موجودة، ثقافة موجودة في كل العالم، إنه هذا العذر موجود، أنا محارب، أنا جابوا أحد أقل مني وحطوه مكاني عشان هي أسلوب نعلق عليه شماعة أو أخطائنا. معي أحد الشباب السعودي عمل فترة في تحت إدارة مدراء أجانب، وحابة أخذ مشاركته ورأيه عشان يدافع هو ويكون هو صوت الشباب. أهلا بك معنا علي. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة. يا أهلا بك، يا حقكم الدافع عن نفسكم. طيب، هذا رأي المدير غير السعودي، ورأيي أنا لأكون صادقة، وحابين نسمع رأي الشباب السعودي، تفضل. أنا بصراحة ما أختلف معاه بكل وجهة نظر، ولكن في بعض المدراء الأجانب اللي يجي البلد بصفة يعني أوكي جاي 10 سنوات 5 سنوات، لكن لما أتفاجأ أنه قاعد 35 سنة، أوكي هذا معناته مش جاي فترة عمل وماشي. طب يا أخي، إحنا مضيافين وبلدنا حلوة وما يبغوا يمشوا منها، احتل مكان لمواطن ثاني. في مدير أجنبي يجي يعلم ويعطي خبرات وينقل خبرات. أنا اشتغلت في المجال الفندقي، واشتغلت مع ناس أجانب، اشتغلت مع جنسيات مختلفة أوروبية وعربية من عدة أماكن. في جنسيات بتجي تعلمك، تقعد 4-5 سنوات تشتغل معك وبتمشي، وفي جنسيات أخرى لا،
بيجي بيحتكر الشغلة وبيخليك بس مجرد موظف معه، ما بيعطيك العمل، ما بيعطيك مفاتيح العمل، التدريب بالشكل الصحيح زي ما يقولوا. طيب وهذا هو اللي بيصير، فإحنا ما نقدر نظلمهم كلهم، لكن في جنسيات كثيرة وأغلبيتها لا، بيهمش الموظف السعودي أو بيحارب الموظف السعودي على أساس إنه لا يجي ياخذ مكانه. هذا اللي بيصير. يعني خليني أكون صادقة معك أكثر علي، هل هي وكالة قالوا أو حصل مع صديقي ولا واجهتها شخصيا؟ يعني أنا الآن كل واحد يقول لي، يعني يمكن يكون ما عمل تحت إدارة مدير أجنبي ولا عمره قابل مدير غير سعودي في حياته، لكن هي كلمة منقولة حصلت أنا لك؟ واجهتها في القطاع الفندقي، اشتغلت مع جنسية عربية 4 سنوات ما استفدت منه، واشتغلت مع جنسية أوروبية 3 سنوات استفدت الشيء الكثير. نعم استفدت من ناحية تسويقية، من ناحيات كثيرة استفدت، حتى من الناحية المالية، يعني تعلمت من أشياء كثيرة من الجنسية الأوروبية. طيب يمكن هذه الجنسية العربية والسعودي موجود، رغم أنه ذكي في مجال الفندقي وعنده القدرة التسويقية، لكن كان حب يحتكر المواضيع لنفسه، ما حب يعني يطلعك على يعني أنت يمكن هذا. علي تبغى تحدها شوي، تقول المدراء غير السعوديين من الجنسيات العربية هم اللي خطر أيوة بالضبط، أنا هذا اللي أنا أقصده. طيب غير ما أوجه تهمة لأي جنسية عربية. طيب كلهم حبايبنا كلهم. طيب خليني أكون معك أكثر، خليني أقول علي، لو اشتغلت مع مدير سعودي ما تواجه هذه الأشياء، ما تواجه أي مشاكل وأي عقبات أو أي حروب أو 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 بيكون موجودة في كل المجتمعات هذه، أنا بغض النظر، لكن أوكي أنا اشتغلت مع إدارة سعودية وأنا الآن مع إدارة سعودية. نعم والحمد لله مرتاح طبعا، لأنك على رأس العمل ما تقدر تقول غير كده. لا حتى لو ما عندي أي مشكلة يعني الحمد لله. طيب يعني هذا علي كان معانا أحد صوت الشباب، وهو مصر على رأي الشباب يمكن اللي مجتمعين عليه الكل، إنه إلا المدير الأجنبي ما بيعطيهم المعلومة أو المدير غير السعودي، وعلي ضيق لنا إياها شوية وقال المدير العربي يخاف من نقل المعلومة، يخاف من نقل الثقافة، يخاف من السعودي يحل محله كده، رأيك يا علي؟ صحيح. شكرا لمشاركتك علي، وألف شكر لك ولتواجدك معنا. العفو. مستمعين الكرام، حقرأ شوية من رسائلكم اللي واردة للبرنامج. مالك قال أشكرك على المقدمة الرائعة، شعرت بالإنصاف لأول مرة من مذيع سعودي، وعشان أنتوا ترضوا لازم غيركم يزعل. الحين الشباب السعودي اسمع له كلام اللي حيجيك بعد شوية. ها تفضل ماني معاكي، إحنا عندنا حضارة، عندنا تاريخ مشرف، الأجنبي لم يأتي متطوعا للسعودية بل جاء من أجل المال، نحن نشكر الناس إذا أحسنوا وما حنموت إذا سابونا، نقدر نعتمد على أنفسنا. هذا كان رأي أبو نايف الغامدي. والأخ عبدالله العطاس وغيره بيكرروا نفس السؤال، إيش الشركة؟ الشركة يا جماعة الوسيلة، شركة الوسيلة للإعلانات، والوظيفة المتاحة وظيفة مسوق أو مندوب مبيعات، وراتبها الشامل 5000 ريال غير العمولة اللي بتحققوها من المبيعات. وهذه أحد الأخوات تقول أنا خريجة بكالوريوس 7 سنوات، ودي أتوظف وأساعد أبويا اللي مريض، وإن شاء الله حنتواصل معاكي بعد الحلقة ونشوف إيش ممكن نعمل معاك يا أخت أمل. وهذا أحد المستمعين يقول يسلم فمك يا دكتورة، لا نريد شفقة من أحد، نريد نظام ينصفنا ولا نريد نظام يكسر ظهورنا. يمكن النظام الآن ومكتب العمل حط كثير روابط حدت من موضوع أنه السعودي يخاف من أنه مديره يكون أجنبي أو يخاف من القطاع الخاص. ما في أحد يقدر يفصل موظف سعودي إلا لما يكون أعطاله تنبيه وثلاث خطابات إنذار موقع عليها هذا الموظف ومشارح له سبب أخطائه، ولازم يكون هو وقع على هذا الخطاب الإنذار، يعني أقر بأخطائه، غير كذا يقدر يروح يشتكي ويقاضي الشركة ويقاضي هذا المدير الأجنبي اللي فصل وفصل تعسفي. بالنسبة للتدريب ولكل الدورات زي ما ذكر الأستاذ خالد حسن اللي كان معانا، الدكتور خالد، إنه صارت موجودة في كل شركة، هي ثقافة، أصبحنا نصل إلى مرحلة العالمية في الشركات، أصبح كل الموظفين لهم دور في التدريب وراح ياخذ دوره في التدريب. لا يستطيع المدير الغير السعودي إنه يحدك أو إنه يتحكم فيك. ونرجع نختم زي ما ختمنا الأسبوع الماضي، امشي عدل
يحتار عدوك فيك. أتوقع أنه لو ما دورنا على شماعات أحسننا عملنا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. اعمل اللي عليك وتأكد ما يضيع. وكنت معكم وطولت وخالد بارباع جاء، وأترككم في رعاية الله حتى ألقاكم الأسبوع القادم. كنت معكم أنا ليلي البركاتي وبرنامجكم توظيف.